سيد احمد بعد اذنك هكذا انا ارجع لك بعد غني بس ابدا الفيديو يا سيد احمد هسه يدير فوق عيني وراسي الشباب عندك انت شي مات شي كذا يشتروا لك سيجاره زنجبيل اي حاجه ابدا الفيديو. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. في احدى المستشفيات في امانه العاصمه هنا مستشفى حكومي ما عاد نقول مستشفى خاص. المستشفى الخاص قد انتم دارين يعني سرق المستشفى الخاصة سرق الا ما راح بربي حتى واحد يقول لنا انا غلطان سرق زيرو بصير ما يفعل الناس. مستشفى حكومي هنا في امانه العاصمه واحد اسعاف زوجته تولد ولاده قالوا لا على طول قيصرية ما فيش عادي فوق التاكس ما قد نزلت والدكتور بده بسرها من الطاقه هذيك حق الطوارئ. ييي ولادي قيصرية على طول قد انت تعبه قد انت مرهقه خلاص قيصرية على طول نفك بطنش ونفك ونخرج الكلى ونخرج الريتين ونخرج الشم كلهم يخرج لسع الفرشات عاد تدخل تسروسها داخل وتعلى في ظهرها نرجل على مدى الذحله. اهم شيء قالوا لها قيصرية الزوج يعني رحم زوجته افطر يعني بيبصر زوجته بدا يعني ما بده ولا شيء قيصريه ما بده ولا. طبعا المستشفى الحكومي هذا معلومه جديده اتيها لكم قدي اصبحت بفلوس بزلات ما حبش مجانا زمان كان مجانا زمان نصيبة يا زمان نصيبة زمان الان قدو بفلوس يعني ما عمش فرق بين المستشفى الخاص ولا المستشفى الحكومي مع انه مفترض ان المستشفيات الحكومية تقدم خدمة للمواطن. يعني المستشفيات الحكومية خصصت للضعفاء للبسطاء للمساكين الذي ما بش معهم حاجة الان قد المستشفيات الخاصة بصلات يا اخي القلب بصلات اكسب لك بفلوس. العالم بكل اي مواطن مع التأمين صحي مع كذا احنا في اليمن معانا اولاد الناس معاهم اولاد معاهم الله يكون في عونكم يا شعب اليمن الله يكون في عونكم الله يدير زلكم الله يوفقكم. اهم شيء دخل عمل لزوجته عمليه قيصريه اضطر دفع حق الفحص حق الذي حق حقتك الذي عاد تخلد وتصير وتجي وخلاص يعني فعلوا لها العمليه القيصريه دخلوها غرفه خاصه بعد العمليه القيصريه بعد 4 ايام او 5 ايام من الولاده زوجته بتصيح وتنيح وتبكي وكذا وبتنزف ودم من مكان العمل بيخرج دم وكذا من هذا يصير يعملوا لها تلفزيون يكتشفوا ان الدكتوره البهيمه الغبيه الذي بتعنتر وبيطلع العمليه نسيت شاش داخل ومدري ما عيش من هذا وحاجات وقطع صغيره ما حتى ما هنا والقلعه حق الشطرنج كانت بتلعب شطرنج هي واحده من الدكتورات كذا فلما قالت الدكتوره كش مالك ارتبشت نسيت الشاش داخل ونسيت القلعه حق الشطرنج وعد فوق القلعه حق الشطرنج بالثلاث مقصات واثنين خبره الذي كانوا مخزنين هناك فوق القلعه. انت دكتوره انت ذبح الله كبح ان شاء الله الله ينتقم ان شاء الله يصيبش كبد العبو برواح الناس. اهم شيء عندها نسبتها اهم شيء عند المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه اني تستلم وتقطع السند يقطعوا صاحب الشان المريض السند ويستلموا الفلوس بعدها طز يموت ينزو شاش ينزو كذا بتعنتر بيأنترين هذيك الساعه وهي بتفك بطن المريضه وهي بتأنتر على مد الولد حق بنت اختها ولدات وبتراسل معها اختها كيف قدوم وما لش شيء مدري ما هو وزوج شاف راح انه قال ولد والله العظيم واختها تقول لا ما بفعلي والله ما بفعل الواحد عمليه جراحيه بيد ولد قيصريه طيب انت بين عمليه بردي ليش والله ما في احسن اقسم بالله ايوه كيف الاحوال امس انا تعبت حقاوي وجعني حقاوي قوي لانه قال لي انزل التيمه من الخزان نزلت من الخزان وفلت هناك في التراجي وزدت كمت رقبتي في الحنفيه هذا حق الحمام الذي خلاه واضي الله ينتقم السباك هكذا ويفلت والله مراضي يفلتوه امان لو تيا الدكتور لو هذا المستشفى في اي دوله في العالم في امريكا في تركيا في اي دوله حتى عربيه في مصر في قسما بالله العظيم لا يوقفوا مدير المستشفى ويحبسوه وهذه يحبسوها ويحرقوها والمستشفى يحرقوا بكله ما عادش داعي ولا يخرجوا الادوات من المستشفى وكذا كذا ويقلبوا فرن كدم اخرج والله العظيم بيعوا كدم اخرج بدي العبوا برواح الناس ليش؟ اهم شيء نسيوا في بطن تيا المسكينه الشاش ونسيوا فيها قطع مدري ايش وكذا كذا ويضطروا يفعلوا لها عمليه من جديد وزلط من جديد وفلوس من جديد
لو عادوا مكاني انسى الفلوس من جديد صارت من جديد. لعنة الله عليكم الله 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 عليكم. تقى والله خاف والله ان عتسيروا من عقاب ارحم الراحمي. هكذا يعني عندنا حول ولا قوة الا بالله. مستشفى الثورة مستشفى الثورة مستشفى الثورة ايوه مستشفى الثورة. هذا مستشفى الثورة الحكومية هذا مستشفى الثورة. بيلعبوا برواح الناس. افعل لي ذي الفحص صلح لي ذي الفحص صلح لي شيبس اقصدي ذي الفحص صلح لي كل فحوصة خيرات. افعل الذي عدو لك فحوصة احتال للعظام للرأس للمخ احتال الزوج. الدكتور تبصر الزوج شانك وانسي تفعل فحوصة والكل. طيب انا ما جولتش ولو فعل 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 فحوصة فعل فحوصة لهذا لانه عزحني زوجتك وانتو كل واحد يحب بعض فربما ان في تآلف في البنكرياس وتراحم بين الكليتين فلذلك فعلوا فحوصة الاثنين فعلوا فحوصة وزيد ولا هذا الله وهكذا. وطبعا مشي اول مرة سيروا سيروا مستشفى الثوري ولا اي مستشفى حكومي سيروا سيروا. انا ما كنتش اذكر اسم المستشفى لكن يا اخي علشان وزير الصحه يتحرك. لعبتوا برواح الناس لعبتوا ببطون الاوادم يعني في المستشفيات الخاصه خلاص قدوا يعني اول ما توصلوا عاد شي دوله تقولوا لا قيصريه سرقوا مسراقوا ونصب الله ما رحم ربينا ما بين هنش الكل وما بين التعيش على الكل. انا بنا اتكلم كلمه حق كلمه حق حرام عليكم والله حرام اقسم بالله انه حرام ورب محمد انه حرام الذي بيحصل. رجاء يا وزير الصحة رجاء اسكن خلوني انا وزير صحة اسبوع بس اسبوع وشل كرسيك بعد اسبوع اشل الكرسي حقك وازيد اكنس لك المكتب وامسح لك المكتب وامسح السيارة حقك واغسلها وافعل لك توائر بيبس اسبوع بس وشوف كيف شعمل شوف كيف شعمل. ضروري نتراحم بيناتنا البين لازم ننظر لهذا القضايا بعين الاعتبار. المسؤولين مش غير خلاص كرسي وسيارة وحركات ومرافقين وكذا وأوراق أوقف حلو لا ماشي أعرف أنا كوزير أعرف كل كبير وكل صغير أي حاجة بتحصل. مدير المستشفى كذلك ربما أنه يكون إنسان محترم مش داري إيش بيحصل. فلذلك أنا دوري أن أنا أوصل الكلام هذا وأوصل مظلومية الناس للمختصين تي 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 بس. عفوا يا استاذ احمد السنيدر برجع لك برجع لك بنفسر بيأشر بيأشر انه كل شيء يغني لحظه اذا قيسوا حبا بعد الفيديو هذا اذا قيسوا حبا وما بيننا يفيض ويغمر من حولنا لو سمحت. رسالتي الى وزير الصحه الى المختصين رجاء الناس مساكين الناس مساكين بتلعبوا بهم هكذا ليش؟ بتشططوهم هكذا ليش؟ بتنهبوهم هكذا ليش؟ فحوصة تاخذك للشارع ليش؟ تنسي شاش تنسي شاش وقطع مدري ايش في بطن الحرام حرام 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 والله اقسم بالله انه حرام. تقى والله وخاف والله واليوم دنيا وغدو اخره. الله ينتقم ويسيب كل من بيهمل في عمله. عملش عملش مش وقت النت ومش وقت اذا مت مش انت قدر المسؤوليه لا تشتغليش سواء طبيب او طبيبه لا تشتغليش. والله ان معانا دكاتره ودكتورات خلوها على الله بس حرام ان السماكره احسن. احترامي للسماكره الا ما رحم ربي بعض الاطباء غدا تشوفهم تحضوا ضحي وبعض الدكاتره مش تحضوا ضحي ولا ينفعوا بفلس ولا ينفعوا برياء. سرق ونهب تصير لا عند المستشفى الحكومي تقول لها انا تعب انا مريض انا ولا يضرب لك كرت يشقور ينفخش قال لا وشك يضحك ويدي لك كرت مرلي للعياده الخاصه حكي الساعه 4 لما غرد مرلي مع ابش هذاك القلبات والصياح الذي كان يصيح فوقك في المستشفى الحكومي تسله مبطر مكياج بالرسم بل تخيل انك قاعد تسمر انت وياه تفضل يا حبيبي ايش بيوجعك؟ احنا نعمل لك علاجات وكذا كذا وان شاء الله ما تقلقش ما تقلقش من الحاجه طرحت ال 20000 في هذا طبعا مش كلهم ما حد زعل مني مش كل الاطباء بعض الاطباء الحقراء فقط اما بعضهم محترمين وفي معي زملاء وهكذا ويكتب لك علاج من هنا لهناك ويرسلك لعند صيدلي ما يشتري له بنفس الصيدليه علشان نسبته الحرامي الجزمه النذر علشان نسبته.
بالتاجر وبارواح الناس ليش بتاكلوا جهالكم حرام ليش تقوا الله خافوا الله ايش اطول عليكم ايش ارجع لعند الاستاذ احمد السنيدار الاستاذ الفضيل القدير احمد السنيدار على ما اتفقنا اذا جي صحب وما بيننا سلام الله عليكم.